فرحة الفوز بالبطولة الوطنية في التيكواندو تحولت صباح أمس إلى فاجعة هزت حي الفرح. هنا كان يتدرب فريق التيكواندو وهنا تقطن البطلة فدوى الوردي. هذا الدرب ديال حي الفرح وهو الحي ديالنا حنا اللي ساكن فيه انا شخصيا، ماتوا اربعه ديال البطلات المغربيات، السن ديالهم كيتراوح ما بين 14 و 21 سنه، هذا المزيد ديال البطله الافريقيه فدوى. مطبخ تحول الى غرفه تأوي فدوى رفقه والدتها لسن، لكن ذلك لم يمنع هذه البطله من التألق وطنيا ودوليا. غرقها كسر احلام هذه الاسره الفقيره. مسكينه مشاو لهذاك الواد مسكينه، هي ما كتعرف لا تعوم لا والو، ومشاو تما مساكن تجاونا خبر عيطوا لنا قالوا لنا ما لقيناهاش. يبعد الشاطئ الشبع عن مدينه بن سليمان ب 30 كيلومتر. هنا يصب واد الشرات في المحيط الاطلسي، وهنا لقي الرياضيون الشباب مصرعهم في هذا المكان. داروا الانشطه ديالهم في اطار جمعيه ديال التيكواندو، من سالوا بغاو يمشيو يعوموا. فاذا بالاستاذ تيناديو على الناس ان التلاميذ ديالو كلهم دخلوا، ومشى دخلوا وجبه ثلاثه. ودخلوا شي دراري بابناء المنطقه الله يجازيهم بخير، جابوا شي اربعه الناس، والباقيه جات الوقايه المدنيه لقات خمسه مفقودين، لحد الان خمسه مفقودين. يعني هنا ممنوع السباحه؟ ممنوع السباحه، ولكن الناس ما شافوش اللافته وما كاينش اللي يوريهم ميطرناجور ما كاينش. منذ يوم امس وفرق الانقاذ التابعه للوقايه المدنيه تقوم بمحاولات متكرره للعثور على جثث الضحايا، كما انخرطت في عمليات البحث فرق خفر السواحل وطائره الهليكوبتر التابعه للطرق الملكي. وللاسف ان كانوا 11 ضحيه اللي تنقذوا هما جوج ديال الاطفال، وبقات العمليه مستمره من البارح الى لحد الساعه الان باش نحاولوا باش نجبدوا ذاك الضحايا اللي هما خمسه. اسر واقارب الضحايا الخمسه قضوا ليله بيضاء على امل العثور على جثث ابنائهم بعد ان فقدوا الامل في العثور عليهم وهم احياء. ديباتوا الناس هنايا كاع الليل باش يتسناو ولا تلاحت شي جثه من هذوك الجثات اللي ضاعوا. هذا اللي كاين، ما خرجت حتى شي حاجه، احنا مازال تنتسناو. في كل مكان يبحث الغطاسون عن اثر يرشدهم الى احدى الجثث العالقه في القاع، والانتظار ما قد تلقي به الامواج في القادم من الساعات.